هذه الأرض إخواننا الكبار في السن يعرفون ذلك لم يتركوا حجرا ولا أرضا ولا بناء إلا وجاءوا بكل علماء الآثار حتى يثبتوا أن هذه الأرض لهم أن هذا جبل الهيكل أن هذه أرض الميعاد ولم يفلحوا في ذلك هم ظالمون هم كاذبون نحن أصحاب الحق وأصحاب الرواية التاريخية الصحيحة التي لا غبار عليها ولا يختلف عليها اثنان وهم أصحاب الزيف والبطلان